بسم الله الرحمن الرحيم، سنة رابعة، الحصة الثالثة، audit part 2، الجزء الأول منه. الشابتر ده اللي هو الشابتر الثاني بيتكلم في حاجة اسمها CPA profession، يعني بيديلك معلومات عامة عن مهنة الاوديت، وبيستكمل بعض المعلومات عن مكاتب المراجعة. لكن الأهم في الشابتر ده انه بيغطي نقطة مهمة جدا، وهي ايه هي القوانين او الستاندردز اللي بتحكم مهنة الاوديت، ومين هي البوردز، المجالس اللي في العالم المسؤولة عن اصدار هذه القوانين. لو مسكنا تشابتر 2 ان شاء الله انت هتعرف ان انت مطلوب منك تغطي 5 نقط. الحصة الاولى بتاعت النهاردة فيها 3 نقط فقط. النقطة الاولى، ايه هي التايبس، انواع السي بي اي فيرمز، مكاتب المراجعة. انت في تشابتر 1 خدت معايا السيرفيسز بتاعت السي بي اي اللي هي اشورنس ونون اشورنس، انما احنا النهاردة هنطلب منك انك تعرف انواع المكاتب اللي موجودة في اليو اس اي. احنا بنتكلم وفقا لليو اس اي، انا ما بتكلمش على الخدمات، انا بتكلم على انواع مكاتب المراجعة. هتفتح معايا اول بيج وتركز كده في اللي انا هقوله. CPA profession، الشابتر بيتكلم على معلومات عامة عن مكاتب المراجعة والجهات المنظمة للمهنة وقوانين مهنة الاوديت تحديدا. Point 1 من الثلاثة بتوع الحصة، Types of CPA firm and revenue analysis. طبعا انا كان ممكن ادخل معاك في متوسط ارباح المكتب من كل خدمة، لكن دي general information، فخليك معايا في المفيد. Except for governmental organization. طبعا احنا اتفقنا ان المؤسسات الحكومية، الوزارات والشركات الملك الدولة بتراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات، governmental audit agency. فهو بيقول لك ما عدا governmental organizations دي، audit of all general use financial statements، مراجعة القوائم المالية in the United States are done by CPA firms، مكاتب المراجعة اللي يمتلكها أفراد عادة. Which is classified into، من أول هنا هتقول لي حفظ 4 عناوين. طبعا انت فاهم طريقة السؤال، انا مدربك عليها. تاني، هنحفظ كم عنوان يا أولاد؟ ردوا عليا 4. أول شريحة من مكاتب المراجعة اسمها Big Four International Firms. أكيد أنت سمعت اللفظ ده، Big Four. كان زمان اسمهم Big Five، بس أرثر أندرسون غادرهم بعد قانون سوكس، فدلوقتي دول اسمهم أكبر 4 مكاتب في الستيتس وفي أمريكا تحديدا. Big Four International Firms دول يا أولاد هم أكبر 4 مكاتب في العالم. The four largest CPA firms are called Big Four. These four firms have offices. طب دول ايه فكرتهم؟ عندهم offices، مكاتب، in most major cities in the United States، في معظم المحافظات نسميها في أمريكا، الحتة بقى اللي تهمني، and in many cities throughout the world. يبقى تاني، المكاتب دي عندها مكاتب، عندها فروع في كل ولايات او في معظم الولايات الكبيره في امريكا، لكن اللي يميزها انها عندها مكاتب throughout the world. اسميهم الاربعه مش للامتحان، لكن من العار عليك كخريج تجاره محاسبه انك ما تعرفش اسامي البيك فور: ديلويت، برايس ووتر هاوس اي كوبر، ارنست اند يانج، كي بي ام جي اللي وكيلها حازم حسن، وكلهم ليهم فروع هنا في مصر وكلهم ليهم وكلاء. يبقى المعلومة الأولى، البيك فور انترناشونال فيرم دول أكبر 4 مكاتب في أمريكا وليهم فروع على مستوى العالم، يعتبر في العالم كله. الشريحة اللي بعد كده اسمهم ناشونال فيرمز، ومعنى كلمة ناشونال فيرمز إنهم مكاتبهم محلية فقط، يعني داخل الولايات المتحدة الأمريكية فقط. ومعنى ان مكاتبهم داخل الولايات المتحدة الامريكية يعني ما لهمش فروع برا. طب حلو قوي. اول حاجة في الثلاثة الجايين اللي هم الناشونال،
Regional and large local firm. تاني regional and large local firm. اكتب جنبها لهم مكاتب في معظم المحافظات. Regional and large يعني إقليمي، يعني أكن مكتب فتح فروع في مصر كلها في كل المحافظات، لكن ما عندوش فروع برا مصر. Regional and large local firm less than 200 CPA firm، يعني عددهم في أمريكا أقل من 200 مكتب. With professional، كل مكتب في staff، في مراجعين أكتر من 100 شخص. أنا اللي يهمني العنوان Regional and large local firm، هي المكاتب اللي مغطية معظم المقاطعات في أمريكا. Small local firm. Small local firm. Local حاجات محلية. اكتب جنبها مكتب بيغطي مجموعة محافظات. Small local firm، مكتب بيغطي مجموعة محافظات. زي ما أقولك عندنا مكتب هنا زي فتح الله، عنده عملاء في مصر في محافظة اسكندرية ووجه بحري، يبقى ده اسمه small local firm. أما لو كان مغطي كل المحافظات اسمه regional and large. بيقولك ان دول اكتر من 95% من عدد المكاتب اللي في امريكا small local firm، طبعا لان لن يستطيع كل المراجعين على الاستثمارات الضخمة في اول بندين. كل مكتب منهم في اقل من 25 professional او اقل من 25 مراجع. فاينالي الجزء الاخير او النوع الاخير اسمه professional in single office firm، وده معناه مكتب يملكه مهني شخص واحد، زي مثلا في مكتب محاماة انما في مكتب في محامي واحد، هنا برضو professional in single office firm. اكتب جنبها مكاتب شخصية تعمل في محافظة، وطبعا ممكن يروح يخلص شغل المكاتب تانية كبيرة. يبقى خلاصة الكلام هتحفظ لأربع عناوين. مين هم أنواع السي بي اي فيرم؟ بيج فور انترناشونال فيرم، مفروحهم في أمريكا وبره. ريجونال اند لارج لوكال فيرم، مكاتب كبيرة مغطية معظم الولايات في الستيتس. سمول لوكال فيرم، مكاتب مغطية بعض المقاطعات في أمريكا، زي ما أقولك مغطين الصعيد، مغطين وجه بحري. Professional in single office firm، مكاتب شخصية لفرد يشتغل في مقاطعة واحدة هنا في اسكندرية مثلا وبيخلص شغل للمكاتب الأخرى الكبيرة. كده point one خلصت. النقطة الثانية في اللي chapter اسمها Structure of CPA firm. ومعنى كلمة structure فيها جزئين، عايزين نعرف الشكل القانوني لمكتب المراجعة. يعني ما هو مكتب المراجعة هي منشأة خدمية، بيزنس، مشروع. ايه الشكل القانوني اللي ممكن نفتح بيه مكتب مراجعة؟ وعندنا هيكل وظيفي. يبقى أنا في الجزء الثاني اللي structure ده هتكلم في نقطتين، الشكل القانوني لمكتب المراجعة والشكل أو الهيكل الوظيفي، التدرج الوظيفي فيه. أول جزء ركز لي بقى شوية. CPA firm vary، تختلف in nature في طبيعتها والرينج كمية الخدمات. أكيد مش كله هيعرف يعمل اللي خدناه في chapter 1 الassurance يعني مكتب تحت السلم هيعرف يعمل web trust اللي احنا خدناها مثلا، لا. which effect بيقول لك طبيعته وكمية الخدمات اللي انت عايز تقدمها كمكتب يؤثر على الشغل بتاع المكتب وعلى الستركتشر الشكل القانوني بتاعه. على العموم جملة صح وغلط ان مكتب المراجعة ممكن انا كشخص مصطفى افتح مكتب، ده اسمه سول انتربرايز. ممكن اتنين تلاتة شركة نفتح مكتب مع بعض، ده اسمه بارتنرشيب. وممكن ربنا يكرمنا ويزيد ويكبر المكتب، ده اسمه كوربريشن. يعني ايه كوربريشن؟ ندخل مساهمين زيه زي اي مشروع. مكتب المراجعة هو شركة لكن بيقدم خدمة. اهم حاجة انت لازم تعرفها ودول هيجوا في الامتحان، الفاكتورز العناصر اللي بتؤثر في الستركتشر بتاع المكتب، يعني اذا كان هو سول ولا اذا كان بارتنرشيب ولا اذا كان كوربريشن. ثلاث كلمات تحفظهم، ركز معايا. اول حاجة need for، حط دار على كلمة independence from client. هم لقوا ان كل ما مكتب المراجعة حجمه بيكبر
بيحقق فكرة الاستقلال أفضل. عارف ليه؟ لأن أنا لو حجمي صغير كمكتب هيبقى عندي عدد عملاء صغيرين، هخاف أخسرهم، فهحاول أسترضيهم حتى لو على حساب المهنة. لكن كل ما حجم المكتب بيكبر وشغله بيزيد مش هخالف ضميري. يبقى حجم المكتب والشكل القانوني يؤثر في درجة الاستقلال عن العملاء اللي انت بتراجعها. الحاجة التانية، كل ما حجم المكتب بيكبر وندخل شركة اكتر ونحط استثمارات اكتر، بيساعد الاستراكتشر ده to encourage، حطلي دايرة على تاني كلمة، competence. يعني competence كفاءات تشتغل عندنا، لان انا كل ما مكتبي يكبر ده معناه ببساطة ان انا هقدر ادفع مرتبات عالية، فهعين ناس معهم CPA و ACCA، فهقدر ان انا اكتسب كفاءات عندي. رقم 3، كل ما حجم المكتب بيكبر بيقدر يسيطر على حاجة اسمها، بص، ده increased litigation risk. يعني ايه litigation risk؟ القضايا اللي بتترفع عليه. انت ممكن تعمل عملية مراجعة ويترفع عليك قضية بعد 7 سنين، معهم 7 سنين يقضوك، يقولك اصل انت متهم بالجروس نيجليجنس، الاهمال الجسيم، وبناء عليه الاستراكشر القانوني بتاع المكتب مؤثر ويتأثر بكمية القضايا اللي ممكن تترفع. وعشان كده دايما بيقولوا ان المكتب الكبير بيبقى عنده قدرة وعنده شؤون قانونية للتصدي للليتيجيشن ريسك. وعلى فكرة المعلومة اللي جاية دي ليك مش للامتحان، ليك. أفضل شكل قانوني للمكتب اسمه LLC Limited Liability Company، اللي هي شركة ذات مسؤولية محدودة، بحيث ان انا لو حتى واخد فرانشايز من بره او لو في كذا شريك في المكتب محدش يشيل شيلة غيره، كل مسؤولية على شريك محددة بالظبط. المهم هو بيقولك ان some organizational structure، بعض الهياكل القانونية afford a degree of protection، حماية للindividuals اللي شغالين فيها. خلاصة الكلام عشان نمشي مع المحاضرة، كل ما حجم المكتب بيكبر، يعني اكنه partnership، اكنه رايح لكوربريشن، هيبقى افضل للمكتب. ليه؟ من خلال 3 كلمات هيقولك في الامتحان في اللي تشوز. العناصر التي تؤثر في الاستراكتشر بتاع المكتب، الاندبندنس، الاستقلال اللي عايز تحققه، الكومبتنسز، الكفاءات اللي عايز تعينها عندك، واخيرا ان انت تقدر تدافع عن نفسك في حالات الليتيجيشن ريسك. ده الشكل القانوني. الشكل الايه؟ رد عليا. القانوني. نخش بقى في الهيكل الوظيفي. لما بتتعين، ركز هنا عشان الخط بس وحش شويه، اول ما بتتخرج يعني عندك خبره من 0 لـ2 بتشتغل في الاوديت حاجة اسمها ستاف اسيستنت. تاني، لما بتتخرج من 0 لـ2 شغل حاجة اسمها ستاف ايه؟ اسيستنت. الستاف اسيستنت ده اهم حاجة، بيرفورم موست اوف ذا ديتيلد اوديت وورك. انت اكتر واحد بتتفرم، انت اللي بيخلوك تجريد بايدك، انت اللي بيخلوك تعمل ريكالكوليشن بايدك، بيموتوك زي الجيش كده، عسكري جديد. لما تبدأ تاخد من 2 لـ5 سنين خبرة بتترقى، بيبقى اسمك سينيور، او ساعات بيسموك ان تشارج. تاني، يعني انت من 2 لـ5 سنين تبدأ تبقى سينيور او ان تشارج. السينيور ده بيشرف على مجموعة ستاف تحتيه، بس خد بالك لا يستطيع القيام باوديت انجيجمنت، يعني ما عرفش يعمل عملية مراجعة كاملة. هو بيعمل بروسيجر، يعني مثلا ايه؟ جرد المخزون معاك، المصادقات بتاعت الاكاونت ريسيفابل معاك. إذن السينيور coordinate and is responsible for performance، حط لي خط على الكلمة دي، audit procedure، يعني ما بيعملش audit engagement، لسه خبرتك ما جابتكش انك تمسك عملية مراجعة كاملة. including supervise، بتشرف and review ال staff work، شغل ال staff. لما تاخد CPA بقى ان شاء الله بتبدأ يبقى عندك خبرة من 5 سنين لـ10 سنين، بيبقى اسمك audit manager، او بيبقى اسمك سينيور مانجر، ربنا يوعدكم. تاني، بيبقى اسمك ايه؟ اوديت مانجر او سينيور مانجر. الاوديت مانجر بيمسك عمليه مراجعه كامله الموبينيل والفودافون والحديد عز، مش بيمسك ملف واحد، ده يقدر يراجع كذا شركه مع بعض، هو ده الاوديتور. هيلب، بيساعد الاني تشارج اللي تحتيه اللي هو السينيور في ان هم يعملوا بلان، خطه. manage the audit، بيدير عملية المراجعة. بص، the audit مش procedure، the audit بالكامل.
review the in charge work, بيراقب على شغل ال in charge اللي هو senior, and manage relation with client, العلاقات مع الكلاينت. يعني لما تيجي مشكلة مع الاوديت كوميتي او مع المانجمنت يا اولاد, مين اللي يتكلم؟ العيل الصغير اللي لسه متخرج, انا اسف في اللفظ يعني, لا المانجر. الحتة اللي جاية دي هتيجي في الامتحان. A manager may be responsible for more than one engagement at same time. يعني انت مش شرط انك تراجع شركة واحدة بس, انت ممكن يبقى معاك كذا ملف وكذا شركة بتراجعهم في نفس الوقت. ده لو انت اوديت ايه؟ مانجر. لما خبرتك بتعدي العشر سنين بيبقى اسمك بارتنر, والبارتنر ده عادة بيكون صاحب مكتب. لكن دلوقتي في المكاتب الكبيرة بقى صاحب المكتب زي حازم حسن بيعين بارتنرز عشان يبقى عندهم نفس مسؤولياته. يعني يقولك انت البارتنر بتاع اسكندرية وجه بحري, انت البارتنر بتاع مدن القناة. معنى كده ان هو مش بيشاركوه في 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 شركة في ملكية المكتب, لكن بيبقى عندهم نفس صلاحياته. يعني اكن حازم حسن مستنسخ نفسه في اكتر من مكان من كتر مثلا الشغل. فمعنى كلمة بارتنر ده اتقل راس في المكتب. Review the overall audit work, ده بقى بياخد الملفات من الاوديت مانجرز بعد ما يرجعوها عشان يدي الرأي النهائي. And involved in significant audit decision, اخطر قرارات. يعني لو انا حدي ادفرس حرفه شركة, لو انا هتحفظ على شركة, لو انا هنسحب وانا براجع شركة, significant decision واللي بيمضي التقرير واللي بيختمه هو البارتنر. كمل. A partner عادة is the owner of the firm, هو صاحب المكتب. And therefore has ultimate responsibility, هو المسؤول الاوحد, هو اللي بيلبس الليلة. For conducting the audit and serving the client, في ان هو يقوم بعملية المراجعة ويقدم الخدمة للعميل. هتتسأل في الاربع انواع خبرة كل واحد, وكل واحد بيهبب ايه اللي هي typical ايه responsibilities. تعرف الكلام ده عشان الصح والغلط والاختيارات كده. point 2. النقطة الثالثة والأخيرة في الحصة اسمها auditing standards, قوانين المراجعة وقانون سوكس اللي خدتوه في سنة ثالثة. أولا أنا عايزكم تعرفوا حاجة, مهنة الاوديت اتقلبت رأسا على عقب سنة 2002, وقوانين الاوديت اتقلبت رأسا على عقب سنة 2002. الحكاية ببساطة يا أولاد, هنبدأها من الجدول ده وبعد كده هنقرأ التعريف اللي فوق. بص يا سيدي, قبل سنة 2002 كان في جهة وحيدة في العالم هي اللي بتصدر قوانين المراجعة. الجهة دي اسمها AICPA, American Institute of Certified Public Accountant. تاني, قبل 2002 كان في جهة واحدة بتصدر القوانين وبتراقب مكاتب المراجعة وبتمانج شغل المكاتب ده بشكل كامل وبتمتحنك امتحان السي بي اي, اسمها اي اي سي بي اي. كان جواها مجلس اسمه اي اس بي, يعني جزء من الاي اي سي بي اي مجلس اسمه اي اس بي, اس بي, اس بي, اوديتنج ستاندرد بورد. وات از ذا اس بي؟ هو ده المجلس اللي مسؤول عن اصدار قوانين الاوديت. المصيبة في الـ AICPA كجهة والمجلس اللي جواها اللي بيصدر قوانين الاوديت الـ ASP انهم كانوا private sector, يعني self-regulated, يعني معهمش قبضة الدولة, يعني مجموعة من الخبراء اللي بيفهموا في الاوديت. فللأسف الناس دي ما قدرتش انها تحكم قبضتها على مكاتب المراجعة. فحصل في سنة 2001 فضايح كتيرة جدا من مكتب شهير اسمه أرثر أندرسون. هما كان اسمهم بيك فايف لأن كان أرثر معاهم. أرثر أندرسون كان بيراجع شركات زي إنرون, وورلد كوم, زيروكس, ودي كانت شركات مساهمة. فدخل عنده منطق الشايب الياسمين, يعني كان بيضرب تقارير على القوائم المالية. فيبدأ الشعب الأمريكي يستثمر في الشركات دي. بعد فترة انهارت معاملات شركات كتير على رأسها إنرون كانت فضيحة. ولما عملوا تحقيقات اكتشفوا ان أرثر أندرسون كمكتب لم يكن رجل صادق في حكمه على القوائم المالية, فدمر موارد الشعب او استثماراته. وبناء عليه
الحكومة أصدرت قانون اسمه SOCS, Servants Auxiliary Act. تحديداً الكونجرس اللي أصدروه وحاجة اسمها SEC, هيئة الرقابة على سوق المال. القانون ده أهم بند فيه إنه عمل هيئة جديدة. الهيئة دي اسمها الباكوب, خدتوها في سنة تالتة, Public Companies Accounting Oversight Board. الهيئة دي كل فكرتها إنها قالت للAICPA القديم خليك فاتح زي ما انت, بس لو سمحت الإشراف على مكاتب المراجعة اللي بتراجع شركات بابليك مساهمة, قوانين المراجعة اللي المكاتب بتنفذها في مراجعة الشركات البابليك المساهمة, المراقبة على مكاتب المراجعة اللي بتراجع شركات بابليك, كل ده بقى مسؤولية الجهة الجديدة الحكومية, بيسموها Public Companies Accounting Oversight Board, وهو مجلس الإشراف على مكاتب المراجعة اللي بتراجع شركات بابليك. ومن هنا أصبح العالم في المجلسين البوردين. البورد القديم بيمارس كل مهامه عدا إصدار القوانين ومتابعة المكاتب اللي بتراجع شركات بابليك, لأن احنا انتزعنا منه هذه الوظيفة, بقى المسؤول عنها مجلس ذو قبضة حكومية ساجن نص المراجعين اسمه Public Companies Accounting Oversight Board. سؤال الامتحان فين؟ احنا قلنا نقرأ من هنا AICPA Private Sector, ده Self-Regulated, قطاع خاص. أهم حاجة انه طول عمره بيعمل 4 Major Areas, يعني بيعمل 4 حاجات, in which AICPA عنده authority, صلاحيات to set standards, يحط قوانينها ويعمل الرولز بتاعتها. الاربع حاجات دول حفظ لو سمحتوا. طول عمره بيصدر الاوديتنج ستاندردز, اكتب عموما سواء بنراجع شركات بابليك او برايفت, الكلام ده قبل 2002. بيصدر قوانين الريفيو, انتوا عارفين الريفيو انها الحصه اللي فاتت المراجعه المصغره, والكومبيليشن, كومبيليشن اكتب جنبها عمليات المحاسبه اللي هي نون اشورنس. بيصدر قوانين other attestation, الخدمات الأخرى اللي خدناها. بيصدر code of professional conduct, ميثاق أخلاقيات المهنة. طول عمره بيعمل الحاجات دي للشركات سواء public أو إيه private في الأوديت. في نفس الوقت نوت الـ AICPA مسؤولياته also include rights, هو اللي بيعمل and degrades the CPA examination, يعني امتحان CPA. ولحد دلوقتي في العالم اللي بيعملوا مين, ردوا عليا, الـ AICPA وسبورت الريسيرش, البحث العلمي. بعد 2002 بيقولك تحديدا في سنة 2001, يعني a lot of scandals, فضايح happened due to bad audit services, خدمات المراجعة السيئة, فضيحة انرون. الحكومة متمثلة في Security and Exchange Commission, هيئة الرقابة على سوق المال, make rule, قانون اسمه SOCS 2002, Servants Auxiliary Act, بيسموه Servants Auxiliary Act. Create a public board, مجلس جديد يخضع للدولة لمراقبة الأوديت, مش عموما بتاعة الشركات المساهمة, Public Companies Accounting Oversight Board. بيعمل ايه؟ دل الفهم. Provide هذا المجلس External Independent, رجل طرف ثالث, Oversight, يشرف على الأوديت مكاتب المراجعة اللي بتراجع شركات Public مساهمة. Registering public accounting firm, عارف يعني ايه؟ يعني لو عايز تعمل ترخيص لمكتب محاسبة, public accounting firm مش معناها شركة مساهمة, معناها مكتب محاسبة firm اللي يديك الرخصة لو هتراجع شركات public, هو ده الباكوب. Establish, بيحط الاوديت والquality control standards, قوانين الاوديت وازاي الاوديت تتعمل بكواليتي, بجودة, هو بيحطها لمراجعة الشركات الpublic. Inspect, بيفتش على الكواليتي بتاعت الأوديتس اللي بتقوم بها المكاتب, conducted by registered public accounting firm, واضح انه بيحط القوانين وبيعمل ترخيص للمكاتب وبيحط لهم معايير وبيراقب عليها, ده مين, ردوا عليا, الباكو. من الواضح ان البورد ده والبورد ده طول عمرهم بيصدروا standards, عارف يعني standards, رد عليا, اقرأ كده, are the general guidelines, الخطوط العريضة to aid, اللي هتساعد الـ auditors in fulfill their professional responsibility في مراجعة الـ financial statements. الـ standards فيها اعتبارات للكواليتيز الشخصية للبروفيشنالز اللي هيشتغلوا, زي الكفاءة
وزي الاستقلال، في معايير خاصة بالتقارير بالريبورتينج، في معايير خاصة بتجميع الأفيدنس. خد بالك سواء الـ ASP اللي هو الـ AICPA أو سواء الـ PCAOB، الكلاهما موافقين على معايير هتاخدوها الحصة الجاية اسمها GAS Generally Accepted Auditing Standard، وهي القوانين اللي بتنظم عمل المراجعة بشكل عام سواء في شركة public أو شركة private. الوضع حاليا في العالم في الجدول اللي جاي A standard issued now in the world، الوضع ايه؟ Rule Making Body اكتب عليها الجهة المصدرة، مين الجهة اللي بتصدر؟ Standards اكتب اسم القوانين. لو انت بتراجع شركة مساهمة يبقى الجهة اللي بتصدر القوانين اسمها الباكوب، لسه قايلينها، بتصدر نوع قوانين اسمه Auditing Standard AS. حاليا دلوقتي لو انت بتراجع شركات نون بابليك يعني برايفت، الاولد AICPA اللي هو الASP هو اللي بيصدر القوانين لمراقبتك ومتابعتك، وبيصدر قوانين اسمها SAS Statements on Auditing Standard. لو انت بتراجع، اكيد مش انت، لو في مراجعات governmental حكومية فاللي بيقوم بيها US Government Accountability Office GAO، قلنا الحصة اللي فاتت، وهو الجهاز المركزي للمحاسبات، بيصدر قوانين اسمها GAS Government Auditing Standard. اخيرا ده الوضع في USA. بره امريكا زي ما المحاسبة تحولت من جاب لايفرز، الفورين انتيتيز خارج امريكا بما فيهم مصر بتشتغل بحاجة اسمها اشطب ايفاك دي، International Auditing and Assurance Standard Board، مجلس إصدار القوانين الخاصة بالأوديت والأشورانس الدولي، موجود في إنجلترا، بيصدر معايير اسمها International Standards on Audit ISA. مطلوب منك تعرف الوضع في العالم دلوقتي، أسماء الجهات وكل واحد بيصدر معايير اسمها إيه. لكن الصفحة دي أهم حتة فيها إنك تبقى عارف بيفور 2002 ده كان بيعمل إيه، وأفتر 2002 الـ PCAOB خد مهام إيه. الحصة خلصت، نشوفكم في الليكتشر الرابعة في السنتر.